ما هو الصنعة دي تحديدا بتيجي الدراسة الأول والتكرار بعد كده، بالذات في السيناريو. يعني ممكن في حاجات تانية مش بالضرورة، بس في السيناريو في جزء حقيقي مرتبط بأن الواحد يبقى عارف الأبجديات بتاعته. يعني لازم تبقى عارف الطريقة وفكرة حاجات كتيرة بقى، رسم الشخصيات والإيقاع وطريقة الحكي، يعني كل الحاجات اللي في الآخر جنب بعضها بتعمل العمل. بعدين تيجي الموهبة، أو يعني مش بعدين، هو المفروض الموهبة الأول، بس لكن الموهبة هي اللي بتخلي كاتب محترف أفضل من كاتب محترف آخر. يعني في كتاب محترفين جدا بس الموهبة متواضعة، ودي حاجة بقى محدش هيعلمها لحد. يعني الموهبة دي بتيجي، بتبقى يا موجودة يا مش موجودة. بس كمان ممكن في كتاب موهوبين بس ما عندهمش الحرفة ان هو يعرف يستخدم موهبته دي ويطلع عمل متماسك في ظل انه العمل ده هيشتغل عليه ناس كتير بعد كده، وبالتالي هو مش عمل مقروء. انا مش بكتب عشان الناس تقرأ السيناريو ده، انا بكتبه عشان الناس تتفرج عليه، فبالتالي بسلمه الآخرين يشتغلوا. وعشان يشتغلوا صح لازم أنا أكون أصلاً الأصل مظبوط. طيب، هو الحقيقة أن أنا الباك جراوند بتاعي أو يعني عيلتي ما كانش ليها أي دخل بأن أنا اشتغلت، لأنه فعلياً أنا أول فيلم اتعرض كان بعد 9 سنين من تخرجي، فيعني ما ساعدوش في الحتة دي خالص. هو اللي حصل أنه لأن أنا خريجة المعهد، فمشروعاتي القصيرة اللي اتنفذت ومشروع تخرجي كان بيتقري من لجان التحكيم اللي هي في الآخر صناع السينما اللي في السوق. فبيتردد ده فلان كاتب مشروع تخرج حلو، ده فلان معرفش ايه. فبعد التخرج ب4 سنين قابلت كاملة أبو زكري وبدأت نشتغل على الفيلم، وبعدها ب5 سنين الفيلم اتعرض. فهي رحلة طويلة. ففكرة التسويق، يعني أنا الحقيقة ما مرتش بالتجربة بتاعتي زي الواحد يسوق نفسه بصراحة، يعني عشان بس لأنه دايما بتسأل السؤال ده والناس بتسألني نعمل إيه، وأنا فعلا ما عنديش ردود لأني ما خطش المسار ده.